مرحبا واهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من أوتوا. اليوم احنا في بيت آيلاند. البيت آيلاند انا بسميها الجزيرة العذراء، لان لما تيجي هون بتشعر بجمال الطبيعة، بالنهر العظيم. انت موجود بنصف الحدود بين مقاطعة أنتاريو وكيبيك. خليكم معنا وارجيكم اكثر. زي ما انتم شايفين هذا جمال المنطقة. هون في مكان تقدر تيجي انت والعيلة تبعتك واصحابك وحبايبك تعملوا باربيكيو. هذه المدخل تبعها، هذا جسر اسمه شامبلين بريدج، اللي هو بفصل بين مدينة أوتوا وغاتينو، او بفصل بين مقاطعة كيبيك وانتاريو. الشامبلين بريدج سمي افتر شخص اسمه سامويل شامبلين. هو يعتبر أول واحد اكتشف كندا، هو فرنسي الأصل، كان جاي هون. طلعوا إنك تقعد هون بس وتطلع على هذه الطبيعة، يعني النوارس حولك كأنك قاعد في البحر. طلعوا جمال النهر تبع أوتوا، يعني منظر يمكن خيالي جدا. هذا هو الجسر، وطلعوا حلاوة المنظر. طبعا اللي انتو شايفينه غاد اللي هي غاتينو، والجانب اللي عكسه اللي هو أوتوا. احنا في جزيرة بالضبط بالنص بين أوتوا وغاتينو. طبعا اللي بفكر انه هذا المكان بس ممكن تجي بالصيف، لا غلطان، ممكن تجي كمان بالشتاء وتستمتع ب جمال. طلعوا فيه بطتين غاد إذا شايفينهم معاي أحدين بيسبحوا. طبعا هم بتلاقي بط، فممكن الطعميه كمان. هذا المكان يعتبر مكان غريب شوية في نهر أوتوا، لأنه فيه انحدار، فبتشوف المية نازلة بطريقة أكنها زي شلال. بس قبل وبعد هاي المنطقة بتصير صافية المي وبصير انحدارها أسهل. في مكان تاني اللي هو عند جسر تاني جنب البورتاج، جسر غاد بيكون بيختلف شوي. احنا الآن من الجانب الآخر لهاي الجزيرة. طبعا هي فيها أي جزيرة مدورة تقريبا، وزي ما انتم شايفين هذا المكان اللي هو غاتينو، وهذا المكان أوتوا، وهذا النهر أوتوا اللي بحد بينهم. منظر خرافي وجميل جدا جدا. إن شاء الله تقدروا تزوروا هذا المكان، يعني منظر بس تيجي تستمتع وتنبسط. أهلا وسهلا فيكم في أوتوا. إذا عجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة وعملوا شير مع